احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 18/8/2024 وتعالوا نشوفوا الناس المحترمه اللي ما انسى النهاره في سوق دمنهور العجميات تحت العشره. صاحبي صباح الفل، بسم الله ما شاء الله. نتعرفوا باسمك الاول. اخوك سعد الغرباوي. سعد الغرباوي منين حجي سعد؟ من ابو حمص. نبو حمص بحيره للناس المحترمه الوشوش الطيبه. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. المال يا جماعة صلاة النبي عليها. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كنف. الله أكبر. اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. بسم الله ما شاء الله. لبان يا خلي الاثنين. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. سعرهم ايه يا صاحبي بمرض الله؟ كم؟ 85000. الاثنين ب 85. 85000 يا جماعة، جميتين تحت العشرة. أمك الرزق اللي هياخدهم بسم الله ما شاء الله، وعايز يفتح بيت بمرض الله. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. يعني انطلق عليهم النهارده قبل بكره. صارفين اللي عايز لك دلوقتي. دلوقتي اهو. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. معاك حاجة تاني غيره؟ أنا العربية طلعت. طلعت الله يبارك لك. يعني موجود لو حد عايز حاجة إن شاء الله. أنت عاوز حاجة. إدينا الرقم. 0128 240 89. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل مواجه. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. اللي عايز يا جماعه العجميات اللي تحت العشره تجار ابو حمص الله يبارك لهم ويصلح حالهم. اي اعداد موجود عندهم بسم الله ما شاء الله على المال وعلى الحلاوه. ربنا يبارك للمال واصحاب المال. صباحكم ابيض، توصلوا بالف سلامه يا رجال. الله يصلح حالكم. اللهم صل عليك يا نبي. عجول ذكور يا جماعه امه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للمال واصحابه. الله اكبر. وفوم نتايه ورا. صباح الخير يا عمدي. صباح قبيه. منين حضرتك؟ انا من شبرخيت. حاج شبرخيت، ناس محترمين. الله اكبر. كم وكم في العجول العلف دول؟ 41 في بعض الاربعه. 41 في بعض الاربعه. بسم الله ما شاء الله. ملك حلو. بسم الله ما شاء الله عليها. الله اكبر. طب والنتايه اللي ورا دي؟ النتايه اللي ورا دي ب 26. ب 26000. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. طب معاك رقم تليفون ناخده له حد عايز حاجه يتواصل معاه؟ اديله رقم تليفونك. 012 012 22 22 78 63 81. ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم وتوصلوا بالسلامه. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. اللي عايز عجول ذكوره علف بقر يا جماعه وانتيات تربيه بسم الله ما شاء الله. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. اشكر الله. لا اله الا الله. تكفي. صباحكم ابد يا رجال. الله يبارك لكم. ايه الحلاوه دي؟ ذبيحه والله. والله ذبيحه. ليه؟ ذبيحه؟ ذبيحه ده بعد بكره. اللهم صل عليك يا نبي. عازمين الجماعه بتوع السوق. عازمين الجماعه بتوع السوق. عندكم ايه بقى بالمناسبه؟ عندنا وليا جايبه عيل حلو. ربنا يبارك لكم يا غالي. الف نار مبروك. طب كام بالامان؟ 85 والله. 85 8500 ربعيه لحمه تذبحوها عقيقه. ربنا يبارك لكم. عند محمد بدو. وقاعد فين محمد بدو؟ نديبه. وناس نديبه المحترمين. ربنا يبارك لكم يا غالي. ألف نار مبروك يا غالي. ربنا يصلح حالكم. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. الساعة 6 صباحا وسوق دمنهور شطب يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو. ربنا يصلح حال الجميع. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة